بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة نبدأ محاضرة جديدة هنتكلم فيها عن إيه هي موانع الأهلية وإيه هي عوارض الأهلية. يعني إيه هي موانع الأهلية وإيه هي عوارض الأهلية؟ إحنا قلنا في المحاضرة اللي فاتت إن الإنسان بيكتسب الشخصية القانونية بمجرد الميلاد حي. اكتسب الشخصية القانونية بس لسه ما عندوش القدرة ان يبرم التصرفات اللي بتكسبه الحقوق وتحمله التزامات. القدرة دي بيملكها امتى؟ قال لك في القانون المصري بيملك الشخص القدرة على القيام بالتصرفات اللي بتكسبه الحقوق وتحمله التزامات لما يبقى كامل الاهلية. طب الشخص بيبقى كامل الاهلية امتى؟ لما بيوصل لسن 21 سنة. ما بيوصل لسن 21 سنة. طب وصل لسن 21 سنة، قال لك في السن ده بيبقى شخص كامل الأهلية، بس إمتى؟ بشرط إن ما يكونش إرادته ما بها عارض من عوارض الأهلية. إيه هي عوارض الأهلية؟ إنه ما يكونش مجنون. بلغ 21 سنة بس مش مجنون، يبقى الجنون عارض من عوارض الأهلية. ما يكونش معتوه، يبقى العته عارض من عوارض الاهليه. ما يكونش مغفل، ذو غفله. يعني ايه مغفل؟ ده عارض من عوارض الاهليه. ما يكونش سفيه. يعني ايه سفيه؟ ده عارض من عوارض الاهليه. يبقى احنا كم عارض من عوارض الاهليه؟ 4. يبقى عوارض الاهليه 4: الجنون والعته والسفه وذو الغفله. والسفه وذو الايه؟ نقول له عشان تبقى كامل الاهليه وعندك اهليه اداء، تبقى قادر على القيام بالتصرفات اللي تكسبك الحقوق وتحملك بالالتزامات، نقول لك لازم ما تكونش ارادتك او اهليتك او شخصيتك مصابه بعارض من عوارض الاهليه. ايه هي عوارض الاهليه؟ نقول لك عوارض الاهريه الاهليه 4: الجنون والعته والسفه وذو الغفله. يعني المجنون والمعتوه والسفيه والمغفل. قال لك برغم ان سنهم كبير وهيبقى ازيد من 21 سنه، نقول له لا، انت عندك عارض، ده انت كده هترجع تاني، القانون مش هيعاملك معامله كامل الاهليه لان انت اتصبت بعارض من عوارض الاهليه. نبدا نشرح اول عارض من عوارض الاهليه، هو الجنون. قال لك الجنون ده آفة أو مرض. الجنون دي إيه؟ آفة أو مرض. يبقى المجنون ده مريض، شخص مريض. الجنون آفة أو مرض تصيب العقل، بتدمر خلايا المخ. الجنون آفة أو مرض تصيب العقل فتفقده القدرة على الإدراك والتمييز، ما يقدرش يميز. يبقى الجنون دي آفة أو مرض يصيب العقل فيفقده القدرة على الإدراك والتمييز، ما بقاش ما يعرفش أي حاجة، ما عندوش إدراك ولا عنده تمييز، ده شخص إيه؟ لذلك يقول لك القانون بيعامل المجنون معاملة عديم الأهلية اللي سنه أقل من 7 سنين. يبقى المجنون والمعتوه القانون بيعاملوا معاملة مين؟ معاملة عديم الأهلية اللي سنه أقل من كام؟ 7 سنين. ليه؟ لأنه فقد القدرة على الإدراك والتمييز. طب مين المعتوه؟ قال لك المعتوه برضو شخص مريض. يبقى العتة ده آفة تصيب العقل بس لا تدمر كل خلايا المخ، ده بتدمر بعض خلايا المخ، لذلك يعتبر عنده ايه؟ بعض التركيز، بعض التمييز، بعض التدبير، بعض الادراك. نقول له عشان بعض وبعض دي حاجات بسيطه، نقول له هنعامل المعتوه معامله المجنون. معامله الايه؟ يبقى المجنون بيتعامل مع المعتوه والمجنون لانه ده حاجه تتعلق بالادراك والتمييز، انه الاثنين بيتعاملوا معامله عديم الايه؟ التمييز، ما عندوش تمييز خالص لان في دماغه او في عقله مرض، في مرض اصاب عقله فافقده القدره على الادراك والايه؟ والتمييز. نعامل الاثنين زي بعض، والاثنين بيتعاملوا معامله مين؟ عديم الاهليه. يعني ايه معامله عديم الاهليه؟ الاهليه لا يجوز لهم انه يبرموا اي تصرف، لا التصرف نافع ليهم ولا ضار ليهم ولا داير بين النفع والايه والضر. اي تصرف هيعمله المجنون او المعتوه باطل، باطل. طب المجنون والمعتوه لازم نحجر عليهم؟ قال لك لا، خلاص المجنون والمعتوه تصرفاتهم باطله. تصرفاتهم ايه؟ باطله، الا ان هم بيعتبروا في حكم الما ايه؟ في حكم المحجور عليهم بقوه القانون، بقوه القانون. ده بقى نعين له ولي او وصي هو اللي يتولى ايه؟ اداره امواله ويتولى نفسه عشان ايه؟ ما نضرش بغيره. يبقى اول عارض من عوارض الاهليه عارض الجنون، ثاني عارض من عوارض الاهليه عارض العته.
عارض التاني، عارض من عارض الاهلي، عارض الايه العتا. طيب نيجي نشوف العارض التالت، وخلي بالكم بقى الجنون والعتا دي عوارض تصيب العقل. الجنون والعتا دي عوارض تصيب العقل، تتلف خلايا المخ، تفقد خلايا المخ، تفقد القوة على الإدراك والتمييز. يبقى الجنون والعته متعلق بالإدراك والتمييز، إنما السفيه والمغفل ده شخص عنده إدراك وتمييز، شخص كامل الإدراك والتمييز، بس إيه بيفرق في إيه؟ لا ده عنده عيب في حسن التدبير، ما بيعرفش يدبر أمور. عنده كامل الإدراك والتمييز بس ما عندوش حسن التدبير، نقول لك لذلك يتم الحجر عليهم. سواء مين السفيه؟ إيه هو السفيه؟ قال لك السفيه ده شخص هو عاقل وعنده حس وعنده وعنده إدراك وتمييز، بس ما عندوش حسن تدبير للأمور، ما بيعرفش يدبر أموره، بيصرف الأموال. السفيه ده من ينفق الأموال على غير مقتضى العقل والإيه والشرع. قال لك يعني عنده حسن، عنده عديم عديم إيه عديم عديم أو سيء في تدبير الأمور، سيء في تدبيره للأمور. يبقى السفيه والمغفل الاتنين عندهم ايه؟ سوء تدبير للأمور. هم عندهم إدراك وتمييز لكن عندهم سوء تدبير للايه؟ السفيه والمغفل عندهم سوء تدبير للأمور، سوء تدبير. طب مين هو السفيه؟ ده الشخص اللي بينفق أمواله على غير مقتضى العقل والشرع. يعني تلاقيه مثلا على سبيل المثال اي فلوس تجيله يصرفها في حاجات هبله، اي فلوس تجيله يصرفها في حاجات هبله سواء تضره او تنفعه، بس حاجات هبله وخلاص، ما عندوش حسن تدبير للامور، ده السفيه. طب مين هو المغفل او ذو الغفله؟ المغفل او ذو الغفله ده الشخص المتسرع الطايش اللي ماشي على هواه، ما بيعرفش يفكر. عنده ادراك وتمييز بس متسرع عديم خبره. قال لك برضه السفيه والمغفل القانون بيعاملهم معاملة مين؟ ناقص الأهلية. القانون بيعامل السفيه والمغفل معاملة ناقص الأهلية. يعني إيه ناقص الأهلية؟ يعني اللي تصرفاته من بياخد حكم من تصرفات ناقص الأهلية، اللي سنه من سن 7 سنين لأقل من 21 سنة. إيه حكم تصرفات ناقص الأهلية بقى اللي هو السفيه أو عديم التمييز؟ قال لك لو التصرفات دي ضارة ضرر محض بتضره بس باطلة، طب بتنفعه بس صحيح. طب دايرة بين النفع والضرر، لو دايرة التصرفات دي بين النفع والضرر نقول التصرفات دي يجوز إبطالها لمصلحة مين؟ يجوز إبطالها لمصلحة مين؟ لمصلحة عديم التمييز، أو لمصلحة عديم يجوز إبطالها لمصلحة ناقص الأهلية. طيب كده عرفنا عوارض الأهلية هي الجنون والعته، ودي عوارض بتصيب الإدراك والتمييز. طب والسفه والغفلة أو السفيه والمغفل دي عوارض بتصيب حسن تدبير الأمور، حسن تدبير الإيه؟ الأمور. طيب بالنسبة ممكن السؤال ده في الجزئية دي يقول لك إيه؟ عوارض الأهلية هي، وأكمل بقى تقول لي الجنون العتة السفه ذو الغفلة. ممكن السؤال يجي بطريقة تانية، العوارض اللي تصيب العوارض التي تصيب العقل او العوارض التي تتعلق بحسن التدبير هي، او اقول لك العوارض التي تفقد الادراك والتمييز. تقول لي اللي بتفقد الادراك والتمييز هي الجنون والعتاه، لكن اللي بتصيب حسن التدبير دي السفه والغفل. السفه والايه والغفل. يبقى السؤال ممكن يجي اكمل او ممكن يجي علل في الجزئيه دي. طب نيجي بقى الجزئية التانية، موانع الأهلية. موانع الأهلية دي إيه؟ ده حاجة مانع. أنا عندي كامل الإدراك وكامل التمييز وعندي حسن التدبير، بس عندي مانع مانعني إن أنا أقوم بالتصرفات، أنا ما أقدرش أقوم بالتصرف برغم إن أنا سن أكتر من 21 سنة وعندي إدراك وعندي تمييز، ولا مجنون ولا معتوه ولا ولا مغفل، بس عندي إيه بقى؟ في مانع مأيدني مش مخليني أتصرف. أول المانع دي المانع القانوني. المانع الإيه؟ القانوني. إيه المانع القانوني ده؟ الشخص المحكوم عليه في جناية. قال لك الشخص المحكوم عليه في جناية ومسجون ده ما يعرفش يتصرف، ده عنده مانع قانوني، هيتصرف إزاي وهو في السجن؟ قال لك ده لازم يتعين له وكيل، هو يعين وكيل يدير امواله، يقدم كشف حساب عن امواله. ده مانع ايه؟ قانوني، ما يقدرش يتصرف. يبقى كده خلاص في مانع كده. يبقى الشخص اللي مسجون في جناية والمحكوم عليه في جناية نقول له ده ما تقدرش تتصرف في اموالك لان انت عندك مانع قانوني. طيب الشخص اللي غايب عن موطنه،
اللي احنا درسنا احكام الغايب واحكام المفقود، وان الفرق بين الغايب والمفقود، وان الغايب انا شخص غاب عن موطنه مده تزيد عن سنه بس عارف انه عايش. المفقود شخص اللي بيغيب عن موطنه مده ما تقلش عن 4 سنين بس مش عارف حياته من ما تقول. الاثنين دول مش هيقدروا يتصرفوا لان بعاد عندهم مانع مادي، بعاد عن الوطن، نقول لهم لازم يعين لهم وكيل. طب ما عينوش، المحكمه تعين لهم وكيل يدير امر، بيبقى في مانع ايه؟ مادي، ان هو عشان غايبين بعاد عن المكان مش هيقدروا يتصرفوا، يبقى نعمل لهم مانع ايه؟ يبقى نعمل لهم وكيل يدير اعمالهم. يبقى ده المانع التاني، مانع الغيبه، مانع مادي. عندي مانع قانوني اللي هو الحكم على الشخص في جنايه، وعندي مانع مادي ان شخص بعيد عن المكان اللي بيرم فيه التصرف فيعين عنه وكيل، وده اسمه مانع مادي. في مانع تاني اسمه مانع صحي. يعني مانع صحي ان الشخص للاسف عنده عجز جسماني. يعني عنده عجز جسماني يعني عنده عهة من عهتين، إما ما بيسمعش، إما ما بيشوفش، إما ما بيتكلمش. لو عنده عهة من الاتنين دول مش هيبقى عنده القدرة إنه يبرم التصرفات، مش هيبقى قادر إنه يبرم التصرفات لوحده، يبقى لذلك لازم نعين له مساعد قضائي. يبقى اللي عنده عجز جسماني، وحالة العجز الجسماني ده بيحددها مين؟ القاضي، وبيقدرها القاضي وبيستعين بأهل الخبرة. يعني لو الشخص مش قادر يعبر عن إرادته وهو طالب حد يساعده في التعبير عن ارادته وعنده عجز جسماني، 3 شروط دول لو توفروا يبقى ده مانع صحي، لا يجوز للشخص ان يتصرف ايه لوحده، لكن لازم يتعين له مساعد ايه قضائي. يبقى احنا كده عندنا عوارض الاهليه، يعني برغم ان الشخص اكتملت اهليته وصل لسن 21 سنه لكن ما يقدرش يتصرف لوحده، ما يقدرش يتصرف هو. ليه ما يقدرش يتصرف هو؟ لانه عنده عارض من عارض الاهليه، اما مجنون، اما معتوه، اما سفيه، او موافق، او في مانع من موانع الاهليه، انه بالرغم انه اكتملت اهليته لكن عنده مانع من موانع الاهليه. ايه الموانع الاهليه؟ قال لك ممكن يكون مانع قانوني محكوم عليه في جنايه، او عنده مانع مادي بعيد زي المفقود زي المفقود وزي الغايب، أو عنده مانع صحي، شخص حالته الصحية صعبة، ودي القاضي بيستعين بها الخبرة عشان يعين له مساعد إيه؟ قضائي. نفتح الكتاب نلخص بقى المحاضرة. المحاضرة دي هتبقى من صاد 136 إلى صاد 142، إلى صاد 142. 132 136 هنقول ناخدها كلها. وبنحدد فيها ايه عوارض الاهليه. نقول لك عوارض الاهليه هي ايه؟ الجنون والعته والسفه وذو الغفله. في 137 ناخد اول سطر وثلاث كلمات بس، دي بنعرف فيها الجنون. 137 بناخد اول سطر وثلاث كلمات، هنا بنعرف فيها الايه؟ الجنون. بنقول لك هو الجنون ايه؟ ده مرض او افه بتصيب العقل فتفقده القدره على الادراك والتمييز، وبيعتبر القانون لتصرفات المجنون والمعتوه او المجنون باطله بطلان مطلق. طيب في اخر الصفحه في تعريف العته اللي هو المعتوه، قال لك برضه العته بناخد في اخر الصفحه تعريف الـ3 سطور بتوع الـ4 سطور بتوع العته كلهم. ولكن العته ده مرض بيصيب العقل بس اقل تاثير بقى من الايه؟ من الجنون، لان بيفقد بعض العقل مش كل العقل زي الجنون. وناخد عند السفيه ناخد نص سطر. السفيه هو مين؟ ده اللي بيبذر امواله او بينفق امواله على خلاف ما يقتضيه العقل والشرع. ونتكلم نكتب كده بالظبط، القانون بيعامل السفيه والمعتوه معامله ناقص الاهليه، ناقص الاهليه. ونعرف ان السفه والعته دي افات او عوارض تصيب حسن تدبير الامور، حسن تدبير الايه؟ الامور. في صفحه 138 نلغي الفقره الاولى كلها، وعند الفقره الثانيه عند ذو الغفله اللي هو المغفل ناخد سطرين بس، ونكتب تعريف المغفل هو المتسرع عديم الخبره ضعيف الادراك ممكن يقع ايه فريسه للغبن يضحك عليه. ونكتب ان السفه والغفله تعتبر عارض من عوارض الاهليه تصيب حسن تدبير الايه؟ الامور. ناخد السطرين دول، مش عايزين اي حاجه غير السطرين دول بتوع تعريف الغفله في 138. 139 بناخد اخر فقره بس، اخر 3 سطور، بتتكلم عن موانع الاهليه. نقول احنا عندنا 3 موانع للاهليه، مانع مادي ومانع ادبي، مانع مادي ومانع قانوني ومانع صحي. دي اخر فقره في 139. في 140 بناخدها كلها،
بيتكلم في 140 عن تعريف الغيبة. مين الغايب بقى؟ ده الشخص اللي غاب عن موطنه أو غاب عن مكانه مدة بتزيد عن ما تزيد عن سنة، فمش عارف يدبر أموره، في مانع إن هو يدير أموره بنفسه، فبيعين وكيل. يبقى أول مانع هو ده مانع مؤقت الغيبة اللي هو الغايب ده. لكن المفقود برضه لو اتحكم عليه بقى بإنه مفقود، ده خلاص بقى فقد الإيه؟ فقد الأهلية. العجز الجسماني ناخدها كلها، وعرفنا ان العجز الجسماني ده بيرجع لتقدير القاضي، يبقى 140 معانا كلها. 141 بناخد بس اول سطر، 141 اول سطر عند الشرط الاولاني عشان يبقى الشخص عنده مانع صحي او عنده عجز جسماني. بيقول لك ان الشخص يكون مصاب بعجز جسماني شديد، يعني مصاب بعهدين من العهد، لما عهد الصم او البكم او العمي. ونقف عند هنا، يبقى الشرط الاولاني ناخد ايه؟ سطر وثلاث كلمات. الشرط الثاني انه يتعذر على شخص التعبير عن ارادته لانه عنده عجز صحي، مش قادر يعبر عن ارادته. ناخد برضه الايه؟ الشرط الثاني كله والشرط الثالث كله. يبقى احنا في 141 بناخد اول سطر بس ونسيب بقيه الفقره. في الشرط الاولاني ناخد سطر وثلاث كلمات، في الشرط الثاني ناخد الشرط الثاني كله والشرط الثالث كله. 141 ناخد اول سطرين فقط، اول سطرين فقط. في 141 142 ناخد اول سطرين فقط ونسيب بقيه الفقره. أول سطرين في الصفحة بس اللي ناخدهم ونسيب بقية الفقرة. وبنيجي عند المنع القانوني اللي هو محكوم عليه في جناية، ناخد الفقرة بتاع المنع القانوني إيه كلها. طب عندك بقى في نظام اسمه نظام الولاية على المال. يعني إيه نظام الولاية على المال؟ إن الشخص بقى اللي عنده بقى ده اللي الشخص اللي عنده عارض من عارض الأهلية، مجنون أو معتوه أو سفيه أو مغفل، أو الشخص اللي هو ناقص الأهلية أو عديم الأهلية، يقول لك لا ده لازم نعين له واحد يدير أمواله اسمه ولي على المال. يبقى الولاية على المال ده نظام بيقوم فيه شخص بإدارة أموال شخص آخر. ليه؟ لأن الشخص اللي صاحب المال ممكن يكون عديم الأهلية أو ناقص الأهلية. طيب بكده احنا خلصنا مين هو الشخص الطبيعي كصاحب حق. ما احنا قلنا صاحب الحق المفروض ممكن يبقوا اتنين، صاحب الحق ممكن يكون شخص طبيعي، وصاحب الحق ممكن يكون شخص اعتباري. يبقى صاحب الحق ممكن يكون شخص طبيعي، وقد يكون صاحب الحق شخص ايه؟ اعتباري. قلنا الشخص الطبيعي هو ايه؟ الفرد العادي اللي بيكتسب الشخصيه بمجرد الميلاد حي. قلنا الشخص الطبيعي قول له سمات مميزه له، هو اسمه وموطنه وحالته، سواء كانت حاله سياسيه او حاله عائليه او حاله دينيه. طيب الشخص العادي بمجرد الميلاد حيا بيكتسب اهليه الوجوب. طيب اهليه الاداء بيكتسبها امتى؟ اما بيبلغ سن 21 سنه عشان يبقى قادر على ابرام التصرفات اللي بتكسبه الحقوق وتحمله الالتزامات. طب خلصنا من الجزئيه دي. افرض الشخص اكتسب اهليه الاداء. طب افرض هو عنده 21 سنه، لان القانون قسم اهليه الاداء حسب السن الى ثلاث حاجات، الى عديم الاهليه ده اللي سنه اقل من 7 سنين، وناقص الاهليه اللي هو من 7 سنين لحد اقل من 21 سنه، وكامل الاهليه 21 سنه. افرض بقى اكتملت اهليته بقى عنده 21 سنه بس مجنون او معتوه او مغفل او سفيه، يقول لك يرجع تاني لو هو مجنون او معتوه نعمله معامله عديم الاهليه اللي سنه اقل من 21 سنه، اللي سنه اقل من 7 سنين. طب لو هو سفيه او مغفل ما عندوش حسن تدبير الامور، لك لا القانون بيعامل ده معامله ناقص الاهليه. وبالتالي محتاجين بقى نظام الولاية على المال، ان شخص يدير اعماله هو، شخص يدير امواله هو، لان الشخص ده صاحب الحق ما عندوش القدرة ان يدير امواله. فالولاية على المال ده نظام في شخص بيتولى ادارة اموال شخص اخر، عشان كده اسمه ادارة الولاية على المال، بيبقى ولي او وصي بيدير امواله. يقول لك في نوع تاني، في شخص تاني ممكن يكون صاحب حق اللي هو الشخص الاعتباري. مش عايزين من الشخص الاعتباري غير تعريفه. مين هو الشخص الاعتباري؟ هو اي مجموعة من الاموال او اي تجمع للاموال هدفها تحقيق غرض معين. يبقى الشركة شخص اعتباري، الكلية شخص اعتباري، الوزارة شخص اعتباري، المحل شخص اعتباري، الصيدلية شخص اعتباري، اي حاجة اي مجموعة من الاموال هدفها تحقيق غرض معين يبقى شخص اعتباري وينفع يبقى صاحب حق. ليه صاحب حق؟ عشان نعرف نحدد له ايه حقوقه والتزاماته وايه حقوقه والتزامات المتعاملين معاه. يبقى كده صفحه ال 142 الولايه على المال بناخد اخر فقره، وفي الشخص الاعتباري كصاحب حق ناخد بس الفقره اللي تحت التعريف بالشخص الاعتباري. التعريف بالشخص الاعتباري اللي هي الشخصيه الاعتباريه دي الشخصيه القانونيه اللي بتتمتع بها مجموعه من الاموال. ونلغي بقى من اول صفحه نلغي اخر فقره في 143 ونلغي 144 ونلغي 145 ونلغي 146 ونلغي 147 ونلغي الحاد عشان نسهل عليكم، عشان الترم ده مش مظبوط شويه. نلغي من 100
من 100 من 144 الى 100 202، بنلغي من 144 الى 202، نلغي من 144 الى 202، وان شاء الله نتقابل في المحاضره اللي جايه ونحدد ايه هو بقى محل الحق. احنا كده عرفنا ايه هو الحق، عرفنا الحق وحددنا انواعه وحددنا مين اللي ممكن صح يكون صاحب الحق، قلنا شخص طبيعي وشخص اعتباري. في المحاضره اللي جايه ان شاء الله نتكلم فيه هو ايه محل الحق، ايه محل الحق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.